تقول في سؤال لها فضيلة الشيخ عن العدسات اللاصقة، هل يجوز استعمال العدسة اللاصقة التي تبدل لون العين من الأسود إلى الأخضر أو الأزرق وذلك للتجمل للزوج؟ إنني لأعجب أن يكون تغيير خلقة الله التي خلق عليها الآدمي، وخلق الآدمي أحسن الخلق، أعجب أن تغير هذه الخلقة التي خلق الله الإنسان عليها، ولكن هذا في الحقيقة من البلاء الذي ابتلي به الناس. إني أقول لا ينبغي للمرأة أن تستعمل هذه العدسات من حيث هي، فإذا كان في استعمالها ضرر على العين كانت حراما، لأن كل ما يكون فيه ضرر على البدن محرم، فإن بدن الإنسان عنده أمانة لا يجوز أن يعرضه لشيء يضره فيه. وقد قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأوجب الله على المريض إذا كان يضره استعمال الماء أن يتيمم. فلا يحل للمرأة أن تلبس هذه العدسات إذا قرر الأطباء أنها مضرة لعينها. أما مع عدم الضرر فنصيحتي أن لا تلبسها المرأة. بارك الله فيكم.